في جسمك تقريبا هسه بال 15 شظيه اكثر يجوز اكثر من 15 شظيه شلون تمشين هالجيه؟ شو اسوي؟ لا ايش جهاني لا مكان بجسدها يخلو من الشظايا. تعرضت لحادث ارهابي قتل ابنتها وتسبب بإعاقة مزمنة لها. كم إصابة عندك؟ أنا هواي خير من الله يعني هواي بالعشرة قليلة. عشر إصابات؟ أي قليلة الجروح. أي شظايا؟ شظايا تشعات موجودة. أي على ضوء تفجير صار؟ أي على مود انفجار عمل إرهاب. أنا وبنتي تي راحت من الانفجار وأني صوابت. أي بالانفجار أمها دعس سنة. أي انفجار راحت. وانا صوابت ما انطوني حقوقي كلش. سؤال ايش قد نسبة العجز مالتك؟ انطوني 15% بدأ قليل بحقي. 15%؟ اي قليل بحقي. تتفاجأ بنسبة العجز التي سجلت لها في تقريرها الطبي الاول الذي على اثره فقدت حقوقها وحقوق ابنتها. القديم هذا سويت هذا الجديد. هذا البارحة شنو اكو اختلاف؟ اي اختلاف وايد اقرا هذا اقرا هذا وايد. احنا شفنا والدكتور مشعل الشعات وايد كله جسمي كله عيوني راسي كله عندي وهاي البارحة اخذوا لي الشعات الدكتور اخذ لي الشعات شافها بعينه كليته. ليش انطوك هاي النسبة؟ هو ليش انطتني؟ يعني يقول الدكتور ما كاتب لك شيء كليته كامل كاتب لك نص الشغلات. ايوه انا اذا مساعد يعني على هذا ما انطوك اي حقوق كلش ما انطوني عدد 750 هي. لما رحت راجعت قالوا انت منطيش من فوق المليون. قلت له انا عندي سكوك 500 ب250 سكوك مالتي ما عندي غيرهن. تسكن ام مشتاق في منزل متهالك يعود لأمانة بغداد وتتعرض لمضايقات مستمرة. البلدية اكلتنا اكل البلدية. شنو البلدية؟ بلدية اخذون ايجارات سنوية من عندنا يقوم مسوي علينا تجاري. هو سكن اسكان هاي ذيك مناطق هواية ياخذون من عندهم بدنا يعني بيت عوال بيه سووا تجاري راح اراجع يقول لي انت مسويته مخزن يا مسويته محل مال صالون يا ابا انا العائله بيه وبيت واقع يقول لي هاي مشكلتك مش يعني مش طلعي من عنده ياخذون ضريبه من عندنا ضريبه ثاني مطلوبه وما عندي انطي على ساعه يقولون اطلعوا مطلوبه ايجار مطلوبه ضريبه ما عندي انطي. مطالبها بسيطه لا توازي حجم تضحياتها لكنها لم تتحقق. بنات عندي يعني بناتي يريده بنات كل شيء هاي من الكلية تريد بنات القاعدات من البيت يريده زين ابني يريد اقول لها ما عندي صعبه انهضم ما عندي معين اللي بدبوهن ابون مضوا جلطه نركض على 10 ملايين لي هسه من 2007 لي هسه من 2007 لي هسه كل شيء ما انطوني اروح اراجع كل شيء كانهم بشر عادي اراجع عندهم ويطلع مني يتحجون وخشمهم عالي ويتحجون قاعدين انا اريد ابو البلديه يحبوا حالي ويشيل الضريبه ويشيل الايجار علي كل شيء ما اريد مساعده بيتهم يعطوني حقوقي حقوق بنتي يعطوني يعطوني حقوقي انا صابت انا هسه مره على ساعه اوقع. من بغداد مصطفى لطيف قناه الرشيد الفضائيه.